شاركت جلالة الملكة رانيا العبد الله أهالي الفحيص بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقبال جلالتها عند الوصول سيادة المطران خريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس، وسيادة المطران جمال دعيبس النائب البطريركي للاتين في الأردن، وعدد من الأباء الكهنة والمسؤولين وجمع كبير من المواطنين. وقد تبادلت جلالتها الحديث مع القائمين على الاحتفال، وتجولت في حارة الرواق ومعرض الفنون وسوق عيد الميلاد.